وهذه إكراميات يعني تم منحها من قبل دول الاتحاد المجلس التحالف العربي لقيادة المكعب السعودي. هذه مخروبات من الملك سلمان بن عبد العزيز لشهداء المنطقة العسكرية الثانية. هذه اللي قلنا الآن زي ما أنتم شايفين، هذا إعداد من أو نماذج من وكلاء الشهداء. بيتم مراجعة بياناتهم، مراجعة أوراقهم ووثائقهم الخاصة بالشهداء، ويتم على ضوئها صرف مستحقات أو ما تم صرفه لشهداء المنطقة الثالثة، وكذلك في لجان أخرى في غير المنطقة الثالثة. هذه لجنة في المنطقة الثالثة، في لجنة في المنطقة السابعة، في لجنة في المنطقة السادسة، في لجنة في رأس الأركان، لجان متعددة. عقيد محمد قاسم حلوان رئيس استخبارات المنطقة الثالثة.